إذا كنت في قرية لبنانية اسمها عرسال، ثم انطلقت متبعاً هذه الطريق الملونة بالأصفر وأكملت السير نحو الشمال، ثم قطعت الحدود اللبنانية السورية، فإن أول موقع تجد نفسك قد وصلت إليه هو مدينة القصير الواقعة في ريف محافظة حمص السورية. ليس بعيداً باتجاه الشرق يقع الطريق الدولي الهام الذي يصل دمشق بحمص ثم بحلب، ليعد شريان التواصل الأهم في سوريا، ليتضح لأي مهتم بالوضع السوري حتى لو لم يكن محللاً أو باحثاً مخضرماً أن أي جيش نظامي تابع لدولة ذات سيادة سيجد أن الحديث عن سيطرة كاملة على محافظة محورية كحمص سيبقى ناقصاً إن لم يسيطر على القصير ذات الموقع الاستراتيجي الهام آنف الذكر. طيب، إحدى محطات الإعلام العربي الإخبارية وعند بدء تغطيتها لعملية الجيش السوري في دخول القصير بهدف السيطرة عليها لم تضمن خبرها فكرة توضح الأهداف العسكرية والاستراتيجية لتلك العملية، بل اكتفت بالقول بأن تصاعد القصف وسرعة هجوم الجيش السوري جاء بعد إعلان المعارضة المسلحة عن قتل عشرة ممن سمتهم بعناصر حزب الله اللبناني. كثفت طائرات النظام والمدفعية السورية قصفها على مدينة القصير في ريف حمص خلال ليل وصباح اليوم. يأتي هذا بعدما أعلن الجيش الحر قتل عشرة من عناصر حزب الله اللبناني وإصابة عدد آخر خلال محاولتهم التسلل إلى قرى القصير. ولعل ما أجج الهجوم على القصير هو إعلان الجيش السوري الحر في وقت سابق قتل عشرة من عناصر حزب الله اللبناني وإصابة عدد آخر خلال محاولتهم التسلل إلى قرى المدينة. بعيدا عن مناقشة وجود أو عدم وجود عناصر من حزب الله في المكان، فإن المحطة الإخبارية بهذه الطريقة جعلت اختيار الجيش السوري لتوقيت بدء العملية عبارة عن رد فعل على قتل مجموعة من الأشخاص، وليس امتدادا لخطة عسكرية معروفة الأهداف والغايات. إكمال التغطية عادة ما يكون على لسان من لا يعملون لدى المحطة كموظفين رسميين. أهداف العملية العسكرية للجيش السوري والنتائج الاستراتيجية التي لم يختلف باحثان بأنها رسمت شكلا جديدا للوقائع على الأرض لم يكن محور التغطية، فالصورة كانت تقدم على محطات الإخباري بأن ما يجري هو عملية غزو خارجي من قبل حزب الله اللبناني لمدينة القصير بغرض احتلالها ونهب بيوتها، فيما عناصر المعارضة المسلحة يقاومون احتلالاً من قبل المقاومة. الجيش السوري الحر والثوار على الأرض والأهالي اتخذوا قراراً بأن يصمدوا في هذه المدينة، فهذه المدينة هي لنا، ونحن نتصدى لعدو خارجي هو حزب الله اللبناني يحاول أن يقتحم أراضينا ويحاول أن يحتل منازلنا. لم تجد المحطة في أوقات لاحقة داعياً كي تسأل عن مفارقة عدم تسمية تواجد آليات إسرائيلية الصنع في القصير بالغزو الخارجي. في معركة القصير تحديداً لم يكن العدو الأول للشعب السوري هو الجيش السوري والنظام السوري كما درج على ألسنة ضيوف المحطات في أحداث سابقة. العدو الأول كان حزب الله. 40,000 مدني كانوا الهدف الأساسي للجيش السوري على اعتبار أن الجيش السوري سوف يدخل القصير لقتلهم جميعاً. إعدام حكم على 40,000 شخص لكن بطريقة بطيئة، سببه حزب الله اللبناني أولاً والنظام السوري ثانياً وصمت المجتمع الدولي وأصدقاء الشعب السوري ثالثاً. ضربات الجيش السوري كانت عشوائية بامتياز، 50 قذيفة وصاروخاً في الدقيقة الواحدة، وبالتالي فإن منازل المدنيين كانت مستقر أغلب القذائف. من وصل الأمر إلى أكثر من 50 قذيفة في الدقيقة الواحدة، أنا أعني ما أقول هناك أكثر من 50 قذيفة سقطت على منازل المدنيين منذ حوالي 6:30 صباحا وحتى 7:30 صباحا، الآن هناك قصف لا يكاد يتوقف على منازل المدنيين، هناك شوارع بأكملها تدمرت. بعد ساعات قليلة من تأكيد القصف العشوائي بمعدل وصل حد 50 قذيفة عشوائية في الدقيقة الواحدة، جاء خبر يتحدث عن حصيلة قتل المدنيين جراء القصف العشوائي، فكان العدد 12 قتيلاً وفق وصف المحطة.
طائرات النظام السوري والمدفعية قصفها على مدينة القصير في ريف حمص خلال ليل وصباح اليوم. وقالت الهيئة العامة للثورة إن 12 شخصا قتلوا جراء القصف. 12 قتيلا فقط، 12 قتيلا نتيجة إطلاق الجيش السوري لـ50 قذيفة عشوائية في الدقيقة الواحدة، أي 3000 قذيفة في الساعة، بإمكانها أن تدمر 3000 منزل، فكانت النتيجة 12 قتيلا فقط. رغم قول محطات الإعلام الإخباري إن القصير كانت تحت سيطرة المعارضة المسلحة طيلة عام مضى، إلا أنها وعند الحديث عن من سقط في بداية عملية الجيش السوري فإنها شملت الكل بوصف المدنيين، ما يوحي بأن المكان كان خاليا من أي عنصر مسلح، وأن المشافي الميدانية وغيرها امتلأت بالمدنيين فقط. البداية محصلة ثقيلة من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، ممن غصت بهم مشاف متواضعة ليست في مأمن من الاستهداف هي الأخرى. أظهرت الصور أن كل من وصفتهم المحطة بالمدنيين كانوا رجالا ليس على أحدهم ملامح طفولة، والهرم عنهم بعيد. أكثر من 70 جريح، شوفوا الشهداء كيف، شوفوا الشهداء كيف عم يضطر الكفن، شهيدين بكفن واحد، شهيدين بكفن واحد. يلفت نظر المتابع أنه لا يرى ولا يسمع على شاشة محطة إخبارية أن المعارضة المسلحة قابلة للموت بإحدى ضربات الجيش السوري ولو كانت عشوائية. ويلفت النظر أيضا تطابق بعض المصطلحات المستخدمة من قبل المتحدثين كشهود عيان بصفات ناطقين باسم لجان أو تنسيقيات. أنا أعني ما أقول، هناك أكثر من 50 قذيفة سقطت على منازل المدنيين. أنا أعني ما أقول، هناك في الدقيقة الواحدة أكثر من 50 قذيفة تتساقط على منازل المدنيين. بعيدا عن المصطلحات، لم تجد محطات الأخبار داعيا لكي تنوه أن آكل قلوب البشر الذي شاعت صورته وانتشرت يقاتل في صفوف المعارضة المسلحة بالقصير ويسابق البقية لكي يظهر في الصور، ودماء من أكل قلبه تكاد لا تزال سائلة على جانب فمه، أو هكذا يخال المشاهد. على أي حال، لن تكون مهمتنا في هذه الحلقات أن نواكب العمليات والمعارك الدائرة في القصير يوما بيوم، بل العودة إلى ساعات أو أيام مضت لتحليل كيفية مسايرة ومواكبة تلك العمليات من قبل أجهزة الإعلام الإخباري.